وده اللي يخليني اروح على خبر تاني، السلاح. السلاح برضو عملوا انجاز كبير جدا، زي ما عمل عصر هذا الانجاز السلاح على مستوى الفرق، خدوا خامس دورة أولمبية، وده أول إنجاز عربي وأفريقي يحصل من أي فريق في السلاح. السلاح شايف طفرة كبيرة جدا، والحقيقة لولا الحظ والقرعة كنا شفنا ميدالية أو اتنين من السلاح، ولكن ما حلفهمش الحظ. منتخبنا الوطني الأول السلاح السيف عمل إنجاز كبير زي ما قلت لحضراتكم، حققوا خامس بعد ما فاز على إيران في نتيجة الخامس والسادس 45-25. حظه السيء المنتخب إنه وقع في طريق دور الثمانية في بطل العالم كوريا الجنوبية، عشان كده انا بقول لكم القرعه بتخدم بشكل كبير جدا يعني اللاعبين واللاعبات. احنا حظنا كان وحش، وقعنا في كوريا خرجنا، ومع ذلك خدنا خامس، يعني معنى كده ان انت كل اللي خسره انت كسبتهم. كنت عديت بس دور الثمانيه انا بقول لكم الفرقه دي كانت هتاخد ميداليه. انجاز كبير، ولكن لازم نبني على الانجاز ده، لازم كمان ثلاث سنين نشوف اللعيبه اللي خرجت او الفرقه اللي خرجت من دور الثمانيه او دور الاربعه او الكلام ده كله، لازم يبقى فيه بناء على هذا الانجاز.